ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا ومستمعينا الكرام. تتم انطلاقة شوط الختام. نعم أيها الإخوة المتابعون، أينما كنتم، شوط الختام يسير لأمسيتنا في هذه الليلة، وهو الشوط السادس عشر ضمن انطلاقات وتحديات هذه الأشواط المفتوحة. نبدأ ونتعرف مع المركز الأول، وهذه بلشة لصاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن محمد بن عبد العزيز آل سعود، هذه بن سالم بن قطامي المري من يتابعها في التضمير. ننتقل مع نصيبة لسعادة الشيخ جاسم بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني مبارك بن سالم بن جار الله بن سالمين من يتابعها في التضمير. ننتقل للمركز الثالث. نعم غيرت نصيبه واحتلت المركز الأول. ننتقل للمركز الثالث، هذه من تحتل المركز الثالث السيلية لهجن الشحانية، تعود ملكيتها وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي ومن يقودها في التضمير. ننتقل للمركز الرابع ومن تتواجد فيه نوف لهجن الشحانية وجابر بن سالم بن جابر بن فاران المري من يتابعها في التضمير. أما المركز الخامس ومن تتقدم على مستوى المركز الخامس، هذه أمجاد لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني حسين بن محمد بن سفران من يتابعها في التضمير. هذه النتيجة، هذه نتيجتنا مشاهدينا ومستمعينا الكرام. نعود وإياكم إلى نصيبة. نصيبة من نصبت نفسها بنفسها بالمركز الأول في هذا الانطلاق الممتاز وهذا الانطلاق الجميل. يا سلام يا سلام، الله يا نصيبة. نصيبة مع المركز الأول، نصيبة مع الصدارة، مع مقدمة هذا الشوط، هي من تحتل الصدارة والمقدمة. هذه نصيبة تعود ملكية لسعادة الشيخ جاسم بن حمد بن خالد بن حمد الثاني مبارك بن سالم بن جار الله بن سالمين المري من يتابعها في التضمير. ولكن شوفوا زاهية، وصلت زاهية في هذه اللحظات. زاهية تحركت وغيرت من الجانب الأيمن، هذه زاهية لهجن الشحانية بمضمرها ومن يقودها في التضمير جابر بن سالم بن فاران المري. يا سلام، الله الله الله. بهذه المناسبة أتقدم لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وكذلك لمؤسسة هجن الشحانية، نعم، وأيضا مضمرينها، على فوز على فوزها وتحقيق برموز، نعم، في بطولة الكويت لنسختها السابعة عشر. نعم أيها الإخوة، وفي هذا المساء، نعم، رأينا كذلك أيضا مشاهدينا ومستمعينا الأفاضل، رأينا أيضا في سن الثنايا وشهدنا رمز الثنايا مشاهدينا الأفاضل من ذهب به كرار، نعم، إلى ميدان الشحانية. نهني حقيقة جميع المضمرين ونهني أيضا المحبين لهذا الشعار، الشعار الأدعم. نعود إلى بلشة 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 بلشة، تسير تسير مشاهدينا ومستمعينا الأفاضل، تسير بلشة مع المركز الأول. نعم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، بلشة مع المركز الأول تريد تحقق كما حقق هذا الشعار، يريد النقطة الثالثة أيها الإخوة الأفاضل، أو النقطة الرابعة. يا سلام، شوفوا شوفوا المركز الثالث، يا مرحبا، وصلت 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 وسام 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 على مستوى المركز الثالث. ولكن المركز الثاني، هذه نصيبة لسعادة الشيخ جاسم بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني، ولكن الله، وسام وسام وصلت وسام وسام، اعطوها درب يا جماعة، اعطوها طريق، ما شاء الله تبارك الرحمن. وسام مع المركز الأول، وسام وسام تختم الشوط من صالحها، شوط الختام مع وسام، وسام مع المركز الأول. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز وسام وتحقيقها بالمركز الأول وامترادها بهذا الشوط. تهانينا والناموس باللحظات الأخيرة، نعم، الفوت والفنش أيها الإخوة مع وسام. هادينا لهجن الشحانية المركز الثاني، وصلت فيه بلشة لصاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن عبد العزيز آل سعود. أما المركز الثالث وصلت فيه نصيبة لسعادة الشيخ جاسم بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني. المركز الرابع تصل على المركز الرابع السيلية لهجن الشحانية. المركز الخامس وصلت على المركز الخامس زاهية لهجن الشحانية. إذا شوفوا الفوت والفينش، شوفوا الدخول مع الثلاثة الأسماء، نصيبة وبلشة وكذلك أيضا وسام. أتت وسام في الأمتار الأخيرة من الخلف
وقدرت أن تحقق هذا الناموس حقيقة. 4:23 ستة أجزاء من الثانية تهانينا، وناموس لجنة الشحانية الثانية موصولة للشبل جابر بن سالم بن فران المري، والمركز الثاني 4:23 ستة أجزاء من الثانية كذلك، الثانية موصولة لمالك بلشة صاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن محمد بن عبد العزيز آل سعود، الثانية موصولة لهادي بن سالم المري. أما المركز الثالث مشاهدينا ومستمعين الكرام 4:24 جزءا واحدا من الثانية تهانينا وناموس لمالك النصيبة سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثانية تهانينا موصولة لمبارك بن سالم بن جار الله بن سالمين المري. نعود وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ملخص هذه الأشواط في هذا المساء. شاهدنا وإياكم الشوط الأول وذهب مع عسيل المملوكة لهجن الشحانية ومضمر عسيلا عم جابر بن سالم بن فران المري، نهنيه على هذا الفوز وتحقيق عسيلة بالمركز الأول. كذلك أيضا أتبراك بالمركز الأول لسعادة الشيخ فالح بن محمد بن فالح بن ناصر آل ثاني، الثانية موصولة لحمد بن عبيد بن حمد بن لحمر المري على فوز براق وتحقيقه كذلك للمركز الأول في الشوط الأول. أما أفضل توقيت مشاهدين الكرام، نعم كان هو شوطنا الثامن وهو ثمين المملوك لصاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن محمد آل سعود. نعم تهانينا له الناموس، وكان مضمره هو هادي بن سالم بن قطامي المري. أيها الإخوة 4:19 سبعة أجزاء من الثانية، هذا هو أفضل توقيت في هذا المساء. هذه تعرض اللستة نعم الفائزين معنا بال16 شوطا، نهني جميع الفائزين. أيها الإخوة لا يسعون في هذه اللحظات إلا أن نستودعكم الله وتقبلوا تحيات مخرج هذا النقل الحي والمباشر علي بن محمد بوشارب المري، وكذلك زملائه أيضا المشرفين، وكذلك أيضا المتابعين لهذا البث الحي والمباشر، وتقبلوا تحيات زملائي المعلقين.